مو انت. لا ايش قلت لك؟ قلت لك يا عدنان لو سمحت مو انت اللي قبل طارق. عموما فيما يتعلق انا استشعر من تغريده معالي المستشار غرب اسيا، اول غرب اسيا هذا اتحاد جزء من قاره صح. يعني زي اتحاد شرق اسيا صح. لكن استشعرت وكانه يعني يبحث عن تكتل. بعدين قوه شرق اسيا ترى مش قوتهم بالشركات من ايام بن همام، وقبل العرب ولا في اسيا كانت قوه الشركات الشركات الراعيه. لا لا العرب صح. ها انت سالت عن اتحاد العرب؟ لا 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 سالت البداية عن غرب اسيا، هو الوحيد اللي جاوبنا عن غرب اسيا. كده على السريع انا عندي غرز يا ابو نايف. لا لا انا سالت في البداية عن غرب اسيا. معالي المستشار يقصد تكتل ضد شرق اسيا، لكن شرق اسيا قوتهم من خلال دعم الشركات، وهذه قالها بن همام في كذا مناسبه، قال الشركات الصينيه والشركات اليابانيه والشركات الكوريه هي اللي بتدعم، وهي الشركات الراعيه لبطولات الاتحاد الاسيوي. حلو. عموما وغرب اسيا يبقى يعني جزء، يعني هو من غرب اسيا زي شمال افريقيا وزي جنوب افريقيا زي كذا. والفيفا دائما تتعامل مع اتحادات القاريه. فيما يتعلق بالبطولات العربيه، انا حسب المعلومات اللي سمعتها او وضحت لي انه حتكون على غرار الدوري الاوروبي. ايا كان الجوائز مقدور عليها، والسعوديه دائما رائده في الدعم سواء مع المستشار او الامير فيصل اللي بدا الاتحاد البطولات العربيه للانديه والمنتخبات. لكن انا اتمنى قبل الجوائز وقبل طريقه التنظيم، يعني اليوم للاسف ما نشوف بطوله عربيه منتخبات او انديه الا وكانك انت قاعد بتتابع في سكن عسكريه. الملعب محاط بالجنود والخناقات والمشاكل، وكأنه العربي ما يرضى في كرة قدم انه يخسر من فريق عربي. طيب فين الروح؟ يعني احنا نبغى الروح العروبة وروح الاخاء انه تكون تتجسد امام الكاميرات وامام الناس. دائما اخر بطولة اعتقد اللي اقيمت في القاهرة شفنا الخناقات اللي صارت وان كانت مجمعه بين الفريق الاردني والفريق اللي كان اعتقد النهائي مع الاهلي المصري، وشفنا ما في حكم في مباراه الا خرج وهو محاط برجال الامن. هذه ثقافه يا معالي المستشار، هذه تجي مع الضوابط اللي قالها ابو نايف وذا رئيس الاتحاد بصفه معالي المستشار رئيس الاتحاد العربي، وكفو وقد وقدود وينجح اكثر من كذا. لكن نبغى نغرس ثقافه انه انا كيف اتقبل، زي ما نقول ثقافه الفوز كمان ثقافه الخساره. صح. انا ماني عارف اشوف بطولات، ما شفنا خناقات الا في البطولات العربيه. صح. احنا نقدر نتجاوز المشاكل هذه، وبعدين التنظيم سهل والحوافز كلها سهله. ابغى اشوف بطوله عربيه ما يكون فيها امن ولا يكون فيها خناقات. تحس انك معركه، ما انت احنا مع احترامي انا رافقت فرق سعوديه كثير، والله كنا نلعب وما رحت مع الهلال ومع الاتحاد، ورحنا اليابان ورحنا كوريا يا رجل. احنا اخذنا السوبر، كنت مع الهلال انا شخصيا، ما رحت مع الاهلي في بوهانج. الاهلي ما رحت معه؟ كنت مع الهلال بوهانج. لا ما رحت مع الاهلي. ها الاهلي ما رحت. خلينا نكمل. لا عشانك ذكرت كل الاهلي والاتحاد والهلال. الهلال في جنوب كوريا لعبنا على السوبر ايام كان الاستاذ صالح الصقري رئيس البعثه. نجاوبك. لعبنا في كوريا واخذنا السوبر. طبعا انا جو لعب الجمهور الكوري حيوا لعبت الهلال، واحنا واقفين مدرجات حتى نسوي كذا خايفين ما احد رمى. قالوا له الصحه. شوف للاسف ما ابغى اسمي، رحت مع الاتحاد ورحت مع ومع الاهلي ومع لعبنا في بطولات عربيه في دول عربيه، والله نخرج يا حجار على الباص يا مهزله صراحه. انا اتمنى تكلم عن المستقبل اذا نجح المستقبل. في انه يتجاوز هذه المشكله العويصه، نبغى نشوف بطوله عربيه ولا الحوافز ولا التنظيم ساعة. كله امر هين يعني. فارس كم الساعه؟ اربع دقائق. خلاص اربع دقائق. انا ما بسم الدول العربيه اللي رحتها الان. اربع دقائق.